مرحبا، سنتعلم اليوم كيفية عمل Extruded Object. في البداية نقوم بعمل مستطيل على شكل الصفحة، ومن ثم نقوم بتغيير درجة اللون إلى اللون الأبيض مع تغيير الـ K إلى 10 ونضغط OK، ومن ثم نقوم بصنع الأشكال التي نريدها. مثلا مربع، نقوم بالتحكم به كما نشاء، نصغر الحواف مثلا، ومن ثم نغير لونه إلى مثل لون الصفحة مع إزالة الإطار. الخطوة التي تليها نقوم بتحديد الشكل، ومن ثم الذهاب إلى Appearance وتحديد فيل وعمل نسخة جديدة له. ومن بعد ذلك نحدد FX Stylize Drop Shadow ونقوم بعمل الإعدادات المناسبة، Multiply ونضع الأرقام والدرجة اللون الأسود ونضغط على OK. بهكذا نكون قد أضفنا الظلال. الآن نفس الخطوات نقوم بعملها لإضافة الإضاءة. مع تغيير بسيط وهافه الآن نغير إلى سكرين ونغير الدرجات والأرقام ونقوم بإضافة الماينس وتغيير درجة اللون إلى الأبيض. نضغط OK. هذه هي النتيجة، يظهر الشكل كأنه سيخرج من داخل الورقة مع إضافة الهايلايت والشادو. لتسييف هذه النتيجة عبر جرافيك ستايل نقوم بتحديد الشكل وإضافته لكي نستطيع أن نضيفها إلى أي شكل نريده. مثلا سوف نقوم بإضافة دائرة على سبيل المثال، وبمجرد الضغط على الشكل في جرافيك ستايل سوف يقوم بتطبيق كل ما عملناه.